بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلمتين ونص. الحقيقه الواحد لما بيبص في القصص الاولين ويقلب ويقرا وبيعرف بيحاول يفهم، وساعات بيفهم صح وساعات طبعا بيفوت عليك حاجه كتير. الناس لما بيعم الظلم وبيزيد الجبروت بيفكروا انه لازم تكون قوه، تنشا قوه زي قوه الجبروت بالظبط. يعني فلان عنده جيش جرار وعنده امن مركزي وعنده يبقى لازم يبقى عندنا قصاده. لا، في حاجه تانية جديده، في قوه الضعف نفسها. الناس اللي ربنا اداهم القوه فاستخدموها في غير موضعها، ربنا بيدي لغيرهم ضعف بيكون اقوى من قوه الاخرين. خلينا اشرحها لك. عارف الخناقه اللي بتدور مثلا ويبقى راجل كبير كده يجري ورا عيل يضربه وبتاع مش عارف ايه، يقوم الواد ضربه بالطوبه، شوف صاحب يقوم خبطه بالطوبه كده فتيجي تفوق في عينه، اه عيني يا عيني، او يخليه ماشي في الشارع ويقوم لمؤاخذه شده من جلابيته، ايه لا مش عارف، يوقعه يهزقه. ده ضعيف وده قوي، بس القوي ما رعاش انه بيتعامل مع واحد ضعيف وظن انه ممكن يبطش بيه. الضعيف ممكن يبقى قوي مش بس بقدرته على انه يشاغب مع القوي، لا ده كمان باتصاله بربنا. دي قصه معروفه قوي، يمكن ذكرها المؤرخين، وانا الحقيقه قريتها زمان قوي في كتاب افات على الطريق لمولانا الشيخ الدكتور سيد نوح عليه رحمه الله. بتحكي عن حكايه حصلت ما بين سيدنا الحسن البصري والحجاج ابن يوسف. يوسف الثقفي مش كده؟ وده كان جبار من جبابرة العراق، كان راجل صلي ويصوم وكده، انت عارف برضه بيقولوا دلوقتي، انت عارف الأباطرة اللي موجودين دول ولا الجبارين اللي موجودين دول، ما يعني الحجاج ما يخشش فيهم يعني مثقال ذرة، بس كان جبار. المهم انه الحجاج بنى قصر كبير مشيد ما بين الكوفة والبصرة في منطقة اسمها وسط، وبعدين دعا الناس افتتاح العاصمة الإدارية، آسف القصر الكبير بتاعه، تعالوا يا جماعة شوفوا القصر وشوفوا الجامع بتاع الفتاح العليم يا رزاق يا كريم على الصبح اللي انت عارفه اللي تسمع عنه ده، وقال لهم تعالوا يا ناس شوفوا الايه القصر وبتاع. والناس رايحة تشوف، انت عارف بقى الأمن المركزي واقف على جنب، يا حمار انت يا غبي، انتوا شعب همجي، انت فاكر انت الحاجات دي بتحصل كتير صح ولا لا؟ يقول لك بس اسمعنا، انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ انت رايح على القصر، خش برجلك اليمين، اعمل مش عارف ايه، انت عارف الحركات دي. سيدنا الحسن البصري لما شاف المشهد والراجل عمال الناس عماله تهزق في المواطنين زعل قوي، زعل قوي. وبعدين قال كلمتين كده الناس سمعوهم وراه، قال ليت الحجاج يعلم، ليت الحجاج يعلم ان اهل السماء قد مقتوه وان اهل الارض قد غروه. سيدنا الحسن قال الكلمتين وما يعرفش الحيطة ليها ايه، ودين يا معلم. الجماعة البصاصين اللي هم المخبرين يعني بلغة زمان خدوا الكلمتين وراحوا للحجاج، الحق يا حجاج ده بيقول عليك كذا، واهل الارض بيمقتوك والسماء بيلعنوك وابوك وامك واللي جابوك. يقول لك انتقع لونه، يعني معرفش انتقع يعني ايه، بس زي ما تقول انا راح ابيض في اسود احمر وتجنن وحمر وشه. قال له لا كفايه عليك يا معلم كده، حسبك ابا سعيد. ابا سعيد اللي هو مين؟ بس مش فاهمش، واحد تاني اسمه ابو سعيد، ده هو نفسه عمنا الحسن الايه البصري. وارسل بقى الرجاله وفد كده من العيال اللي هم بياكلوا، العيال دول اللي هم بتوع المجانس دول اللي بيجوا يخشوا البيوت دلوقتي عندنا، دول بيخشوا بيوت الهجامه، قال لهم هاتوا لي الراجل ده. طبعا سيدنا ابا سعيد من الحسن البصري، طبعا انت عارف لما واحد يقول لك جاي لك بلاغ وجماعه من امن الدوله جايين ياخدوك، قال لك حسبي الله ونعم الوكيل، متحزم ودع الله سبحانه وتعالى انه يعني يثبته. فدخل الحسن البصري على مجلس مين؟ المعلم الكبير، زي ما تقول الحجاج ده كان زي وزير داخليه كده. الحجاج شايفه والحراس واقفين والسياف موجود وجاهز عشان يقطع رقبه مين؟ الراجل اللي دعا على الحجاج ده، سيدنا الحسن البصري. وكلما تقدم في المسير يقول له ادنه أبا سعيد. ادنه؟ يعني اتفضل يا أبو سعيد. أبو سعيد ده انت قلت هقطعه ومزق، ده أنا أعمل منه كفتة. لكن الحقيقة
كان يدنو أبا سعيد حتى أجلسه في مجلسه وراح يسأله عن المسألة في الفقه والدين ويجيب إيه أبا سعيد. الناس قاعدين، أنت إيه اللي جرالك؟ فين قوتك؟ فين جبروتك؟ أنت إيه يا جدع؟ عمال تقول هقطعه وهعمله كفتة وهعبيه في كياس ووديه طرة وعمله محاكمة عسكرية، ما قدامك أهو ما تموته. المهم سيدنا الحسن قعد وصرفت له، قال لهم اصرفوا له بقى مكافأة كمان يعني. يخرج سيدنا الحسن البصري من عند الحجاج والناس تقول له، وهو خارج، وإيه اللي حصل؟ وتبع الحسن البصري بعض من حضر الجلسة وقال له والله لقد دعاك الحجاج إلى غير ما فعل، ده جايبك عشان يقطعك، ورأيناك تتمتم بكلمات، فماذا قلت وماذا حصل؟ قال لما دخلت عليه وتذكرت بأسه قلت يا ولي نعمتي، قال إيه؟ يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمة الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، فغير الله قلب الحجاج. حجاج الضعيف بتجيله قوة من السماء تنصره، ده المعنى الحقيقي، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وده المعنى الحقيقي لقوة الضعف. تبقى قوي إمتى وانت ضعيف؟ بتمسكك بحبل الله المتين. نكمل بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة من كلمتين ونص.